تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان بدأت تتكرر نفس المشاكل مال العام، خصوص المراجعة مال مكتب العمل والمشاكل مع الولفير. القانون مال مكتب العمل بيقول انه المسافة لازم ما بتزيد عن 30 كيلو متر، هم بعثوهم ل 55 و60 كيلو متر مسافات، لا في وسائط نقل، لا في سكن ولا اشي، وبحسبوا لهم رواتب 420 و 450 يورو، مع العلم انه قانون العمل بنص على انه لازم يكون المبلغ اللي يستحقه اي واحد بدزوه مكتب العمل لا يقل عن 680 الى 740 يورو. والان بقول لك هذه مو مشكلتنا، مشكلة مع جوزيف. بتروح على جوزيف بقول لك هو اللي بيدز لي كتاب من عند ميناس، شو بكتب ميناس يعتبر عليه انا بعتمد وبقطع الراتب. حكينا مع ميناس، ميناس بقول ارجع للجوزيف، مع العلم انه قانون العمل ما بيسمح انه عن 40 ساعة بالاسبوع اللي هي 8 ساعات، فما فوق هاي 8 ساعات يعتبر اوفر تايم، والراتب ما بقل عن من 680 الى 740، هم قاعدين بحسبوا 420 و450 يورو. وبيجيبوا عنا مجموعة من الشباب ومجموعة من النزلان، بدل ما يدزوهم للعمل بيدزوا نسوان، وبيقولوا لهم يابا هذا بدهم، هو طالب نسوان، ومجموعة من الشباب عندها استعداد، الكل عنده استعداد يعمل، ما حد رافض العمل، لكنه هم قاعدين، هي عملية تحرش، وهو بيطبقوا القانون مالهم اللي هم موافقين عليه بالبرلمان، قانون تنفير اللاجئين، قاعدين بنفروا العالم. حتينا ييأسوا، ومن بعدها هم كل العالم بيعتقدوا، هم بيعتقدوا انه من خلال هذه الطريقة او الممارسة اللي بيمارسوها مع الفلسطينيين انهم يرجعوهم، يعني ييأسوا ويرجع. واحنا سبق قدمنا كتب لوزارة العمل وخاطبناهم ورفضوا هاي الفكرة من البداية، وتبلغ مدير الولفير بهذا العمل، ومدير ما وافق بوقتها وقال لازم ما بتزيد المسافة عن 25-30 كيلو متر، وإذا زادت بتصير في وسائط نقل يوفرها هو، والسكن هو يوفره، ولا تزيد عن 8 ساعات في اليوم، هذا كله مضروب عرض الحائط، وإذا ما وافقت عليه يستقطع الراتب وبيحاربوك. ما بوفروا سكن، لا سكن ولا مواصلات، ما لهم علاقة، شو بده أبو المزرعة بدك تنفذ وإلا بتسكر راتبك. فرجعونا من العراق بتهرب من عملية قتل بالرصاص، هون بيعاملوك انه بقتلوك وبحاربوك بلقمتك وخبزتك، بدهم يموتوك من الجوع. احنا هربنا موت من القتل، هون بدهم يموتوك من الجوع. وعلى هاي الرنة ومستمرين على هالاسلوب مالهم بعملية انه تطفيش اللاجئين وتيئيسهم، بحيث انه احنا ما عندنا مانع نهائيا، ما عندنا مانع انه كل ليتنا، انا عمري صار 50 سنة عندي استعداد اشتغل، لكن ضمن القوانين اللي هم بيطبقوها علينا، بقول انت بتخالف القانون بتطبق علي، لكن لما هم يخالفوا القانون لا ما بصير احنا نحكي، لكن اذا احنا خالفنا القانون لازم ينقطع عن الراتب. احنا مع العمل مو ضده، لكنه من ضمن القوانين اللي هم واضعينها. زين، اشتكيت للجمعيه، شو سوت لك الجمعيه؟ اشتكينا للجمعيه، الان الاخوان بالجمعيه قالوا راح يصعدوا للمدير ويحكوا معاه بنفس هذا، واحد من الاخوان دكتور براجع مزرعه بكيتي، دكتور براجع مزرعه بكيتي هجم عليه وبضربه ابو المزرعه وبيبلغوه له، بقول بلغوا الشرطه. ما بيجوز، هاي الاعمال كليتها اعمال مو قانونيه، هم بيحكوا طبقوا القانون وهم اول من يضرب القانون بعرض الحائط. زين، هذا كل المواطنين الفلسطينيين اللاجئين الموجودين هنا بيعانوا من هذا المشاكل ولا بس ليتهم؟ لا كليتهم بيعانوا، هاي كل الواقفين نفس المشاكل كليتهم، مولدين حاله من الرعب بدون اي داعي. يعني هسه انت شغلتك وين وصلت يعني لحد الان؟ الشغله انه احنا هسه بدنا رد من المدير مال مكتب العمل، لانه حكيت مع ميناس، ميناس قلت له انت بتدزنا على جوزيف، جوزيف بقول الشغله يمك، انت شو بتكتب هو ملتزم به، لانه انت قاعد بتشوف هاي مش يعني مش مطابقه لقوانين مكتب العمل اللي هي 60 كيلو متر او 55 كيلو متر، وبقول ارجع لجوزيف، والحل هو بيده مو بيد جوزيف. جوزيف بيقول لك هذا رفض العمل لانه مو 60 كيلو متر، بدك تروح بدك تطبقه، اذا ما بتطبق انه تروح تشتغل عنده بالمزرعه فانت مخالف للقانون، مع العلم هم بهذا العمل هم مخالفين للقانون، مش مع القانون، القانون 25-30 كيلو متر، ومكتوب بالماليه فوق عند
مالية مال مكتب العمل والمدير سبق قابلنا العام بنفس المشكلة وانحلت. الآن رجعوا لنفس رجعونا للمربع الأولاني. شو الهدف من عنده؟ ما حد بيعرف، بس احنا متأكدين هو الهدف من عنده، الغرض من عنده انه تيئيس الناس وخليها انه بلك عسى ولعل انه هذول الناس يهربوا بالأخير من هذا البلد. عملية تطفيش فقط، محاربة برزقهم. كم مرة صار دزك على الشغل؟ أنا بالنسبة إلي دزني مرة ورحت وهمنا حوالي بحدود 52 كيلومتر حتى باصات ما توصل. وأقنعنا وصعدنا للمدير، هو البداية رفض مينا، لما صعدنا للمدير نزلنا وقال ارفض العمل وخلي يكتب ميناس إنه ما بصير يشتغل في هيك مكان، ما بتوفر لا وساطة نقل ولا إشي. الآن عندنا مشكلة مع هواي من الإخوان، نفس المشكلة اللي وقعت فيها أنا وقعوا فيها، والآن فتنا له على هذا العمل إنه هذا ما بيجوز، لازم تنظموا الأمور زي ما إحنا بدنا إياكم، بدكم إيانا نحترم القانون، أنتوا أيضا احترموا القانون اللي وضعتوه. ما بصير إحنا نطبق القانون ولما أنتوا ما تطبقوا القانون بتعاقبونا، إذا ما طبقنا بتعاقبونا، إذا طبقنا بنتعاقب، بكل الحالات إحنا معاقبين. مشكور، مشكور، إن شاء الله تنحل مشكلتك.